في واحد في الليل طلع اخر حاجه على الفجر، بعرف ايش يظل وراه حد ولا ايه على الفجر، على الفجر اطلع اخر واحد منها خمسه شفت ارفع راسك الله يهديك مع الساعه 3 سمعنا دبي قوي عرفنا انها في المنطقه، وهذا الزلمه غلبان عاش غلبان ومات غلبان الله يرحمه الله يجعله من الشهداء هو واولاده، يعني عمرنا شفنا لا عنده مقاومه ولا عنده جنود ولا عنده، حسبي الله عليك يا اسرائيل اللي بتنتقم قاعده من الشعب بس كلهم اشلاء، ايش دخل ابو جبر والله عاش الله الله الزلمه غلبان له مغسله في مسارات مسكين الله يرحمه. محمود اركب